ودي حنا راح نطلبوا منكم والله. هذا ولد خويا راكم تشوفوا فيه راه مريض مسكين، طاح من الزيتونه مفيوك مسكين، وها نتوما تشوفوا حالته كي داير، وشفتيو راه مسكين الدم يجري معاه، امه مريضه وباه مريض وما قدوا له بقدره. حنا راح نطلبوا منكم والله الا جاب ان شاء الله فرج على يديكم، بغا هنا غير الدواء يوقف، تعاونوا غير الدواء يوقف. راه مسكين ها نتوما تشوفوه، ما قاد له امه ما قاد له، وحنا عماماته حتى ما قادينلوش، ما صبنا له قدره، ما صاب له حتى شي حد قدره، كلشي والديه بحال اللي راهم مراض واهله ما عندهمش، ما كانش كاع اللي عنده ما قدوا لا يهزوه لا والو، هو مسكين راه ما. نطلبوا منكم والله الا كاين شي باش تعاونوه يرجع ربي يتشافى. راه حنا في الما دينا للطبيب يقولوا لنا يبرا، وحنا ما صبناش شي قدره شي فلوس باش نديوه يداو، وحنا ما بغينا لا طمع لا باش ياكل، لا ما بغينا لا طحين، ما بغينا سكر، ما بغينا ما والو، راه هو راه مشيبنا وراه مطيح لنا ركابينا وما صبنا له قدره. ها انت تشوف امه مريضه فيها القلب، أبوه مسكين مريض بالسكر والكوليسترول، ومسكين ما يعرف يهضر ما يعرف يطلع، راه واحد خوه مسكين خاطره يخدم نهار نهار ما يخدموش. ودروك حنا بغينا من الله ومنكم، بغينا هو عندنا هذا بغيناه ينوض من قدامنا ما يبقاش هاك، وها نتوما تشوفوا حالته الدم يجري له مسكين من البوله، هذه 3 ايام والنبوله يجري له من هذا الدم، ما صبنا له قدره، ما صبنا له قدره. ها نتوما تشوفوا فيه، الا تشوفوا في وجه الله وجه هذا الولد هي المفيده كاع. حنا بغينا حنا الدوار نتاع ولاد الخاتير ما تصايبين له قدره، انا هجاله وكلشي ما صايبين له لا قدره لا والو، 18 عام عنده 18 عام. وها نتوما تشوفوا دروك هذه 3 ايام مسكين والدم يجري له من البوله، ما صبنا له قدره، دينا في لي بيلانس، ودروك راه حنا ملي نطلعوه حتى للسبيطار وهذه راه حنا مسكين نهزوه غير بالكاشه، ما قدينا له حتى حاجه، يتبوشا له التيو، وها نتوما تشوفوا التيو راه عامر بالدم وكلشي، ما صبنا له قدره مسكين. حنا داويو على يديكم، لا كانش حاجه نتوما ديو، لا كانش حاجه، حنا ما بغينا فلوس نشدوها في يدينا، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير الطفل يتشافى حتى هو وقف مسكين على رجيلاته. السلام عليكم، انا اسمي ايوب شلوط من مدينه الشتاوية، دوار الكرامه، دوار الخاتيل الكرامه، عمري 19 عام، كنت كنعاون با الزيتون، وطحت من تهرس، طحت من جره وتهرس من ظهري، دابا 2014 تقريبا 6 سنين وانا هكا كنطلب للمحسنين والناس اللي قدروا يعاونوني، انا عندي امل انني نقدر نتعالج، كيقولوا لي عندك امل تقدر تتعالج على برا، درت الحديد لظهري، دابا هادي تقريبا 6 سنين وانا هكا، الوالد نتاعي ما تحالوش، الوالده نتاعي مريضه، دابا لما هزوليش داروني في الكروسه ما كانش اللي يقدر يديني، لا مخصونيش ما كانش اللي يقدر يحكمني، دابا التيو كنستخدمو تقريبا 6 سنين وانا كنستخدم هاد التيو، الوالده مريضه حتى هي ما قادليش، الوالد ما قادليش، بغيت من المحسنين والمحسنات يعاونونا ويشوفو حالتي.